عند البحث عن كلمة مخيم جنين عبر محركات البحث تخرج لك هذه الصور التي تدل أساساً على مدخل مخيم جنين شمال الضفة الغربية. هذه القنطرة التي تتوسطها عبارة محطة انتظار إلى حين العودة، مخيم جنين. يعدها أهالي المخيم جدارية تعبر عن انتمائهم الحقيقي إلى فلسطين ومقاومتها، ويضعون عليها صور الشهداء والأسرى والشعارات الوطنية، ويتجمع عندها الأهالي من أجل الانطلاق إلى أي عمل وطني وشعبي. وقف أيضاً الشيخ فرحان السعدي والشيخ عز الدين القسام في المكان نفسه ليقاتلا الجيش الإنجليزي. وقف محمود طوالبة وأبو جندل وجمال أبو الهيجة ورفاقهم أمام القنطرة ليتصدوا بعزم لقوات الاحتلال الإسرائيلية المقتحمة. كتيبة جنين تعدها مكاناً مركزياً لانطلاق عملياتها أو لعقد مؤتمراتها العسكرية. بتاريخ 30 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023 اقتحم الاحتلال المخيم عبر عشرات الآليات العسكرية، وبسبب فشله الذريع في تحقيق أهدافه في قتل الروح والفكرة والتاريخ لدى أهالي جنين، هدم قنطرة المخيم وقوس نصرها ورمز عودة أهلها إلى أراضيهم المحتلة. أهالي المخيم يعملون الآن على إعادة بناء القنطرة، وهم يؤمنون على نحو قطعي بأنها محطة انتظار فقط إلى أن تتحقق العودة الكاملة إلى فلسطين الكاملة.